متميز جدا في ألمانيا بوجود قداسة البابا توادرس الثاني معانا في ألمانيا بيباركنا، حاجة كبيرة جدا ومشرفة لكنيستنا القبطية في ألمانيا ككنيسة وكشعب قبطي. بنرحب بقداستك يا سيدنا في قناة ميساد أوروبا. أهلا بك. وسهلا بيكم، وأنا سعيد أن أنا أكون وياكم في مناسبة سعيدة كمثل هذا اليوم. سيدنا، كنت عايز أسأل رأي قداستك في طبيعة الخدمة في ألمانيا، وهل كان في أي اقتراح من قداستك تحب تقترحه على علينا كأي اقتراح لتطوير الخدمة؟ ألمانيا هاجر لها اللقبات من وقت بدري خالص. أعرف ناس وصلوا ألمانيا يمكن في الستينات وربما في الخمسينات ربما قبل ذلك لا أعلم، لكن في كتير جم هنا، وإن كانت اللغة الألمانية ما هيش واسعة الانتشار زي اللغة الإنجليزية، لكن ناس جت وتعلمت وقعدت. طبعا أنا يعني سعيد بوجود الكنائس القبطية وسعيد بعمل الأباء الأسافة هنا. لنا اتنين من الأباء الأسافة، نيافة أنبا دميان ونيافة أنبا ميشائيل، وعدد كبير من الأباء الكهنة والأباء الرهبان، وبيحاولوا يقدموا رعاية طيبة. وإن كانت الأعداد زادت في الفترة الأخيرة بسبب وجود لاجئين حتى من بعض الدول زي سوريا زي العراق زي لبنان، بعض الدول اللي جم هناك، وقليل من المصريين. الحقيقة الاهتمام والرعاية وإنشاء الكنائس وخدمة الناس هي دي كل الأمل يعني المعقود، بحيث يبقى الأقباط في علاقة طيبة وما يدوبوش في أي مجتمع، يبقوا صحيح مواطنين في هذه البلاد ولكن في نفس الوقت لهم صلة قوية بالوطن الأم. سيدنا، في أكيد خط التدشين للكنائس في ألمانيا، ياريت نتعرف إزاي بيتم الإعداد والتنسيق من قبل الإبروشيات المختلفة خاصة في ألمانيا، ونتكلم عن الطبيعة في أوروبا وأمريكا. يتواجد الأول مجموعة من الأفراد ثم الأسر، ثم يشوفوا مكان سواء مكان بالإيجار أو بالشراء أو بالبنى، وبعد كده تجهيز المكان، مكان الكنيسة يعني. وطبعا الكنيسة بتتجهز بحاجات كثيرة خالص. آخر حاجة بتعمل فيها الأيقونات. آخر خطوة بقى إن يتم تدشين. تدشينها يعني كتابة شهادة الميلاد، ويعتبر يوم التدشين هو اليوم العيد أو التذكار المحلي لإنشاء الكنيسة، وده يحتفل به سنويا. وفي بعض الكنائس في مصر بيتحول اليوم ده لزي مولد، يعني مثلا عيد القديسة دميانة اللي بيتعمل في شهر مايو اليومين دول هو عيد تكريس كنيسة القديسة دميانة. فالاحتفالات دي بتبقى احتفالات حلوة. الكنيسة لما بتكتمل بنشوف ازاي نقدر ندشن، لما يتجمع 3-4 كنايس بنعمل زيارة في التدشين، ودي كانت فرصة طيبة ان كان عيد الأنبا أثناسيوس النهاردة بندشن. بالضبط، عيد الأنبا أثناسيوس كان يوم الأربع 15 مايو، ده عيد ثابت 7 بشانس، واحنا في منطقة اللي عاش فيها القديس أثناسيوس الرسولي، ونتمنى قريب ان السنه الجايه في الانبا أثناسيوس يدشن لنا كنيسه جديده ويخدمها في منطقه ثانيه اسمها بنجن على الراين، في بنجن على الراين مسمينها الانبا أثناسيوس القديس موريس. جميل. سيدنا، رغم تعبك قداستك بتسافر اميال كتير، واحنا لاحظنا في الزياره دي ان قداستك كنت تعبان شويه وبتتالم. رغم التعب ده، هل التدشين كنائس وزيارة ولادك في الغربة في المهجر، هل بالأهمية دي إن قداستك على برغم تعبك تيجي على تعبك وتتحمل الألم وتداريها علينا حتى بضحكتك؟ الخدمة الإيجابية مفرحة ومعزية، ومسؤولياتي إن أنا أزور أبنائنا في كل مكان وإن أنا أتقابل وياهم ويبقى فيه علاقة معهم. وطبعا لو كان في تدشين كنيسة أو افتتاح كنيسة أو وضع حجر أساس كنيسة، كل دي أمور طيبة للغاية. الأتعاب الجسدية يعني الواحد بيريح شوية وبتروح وخلاص. ربنا يديك الصحة سيدنا. من أيام قليلة سيدنا نقلت موقع الأخبار والنشرات الإخبارية مشاركة قداستك في إجراءات التفتيش بقاعدة محمد نجيب العسكرية بعد تطويرها،
وكان ده بحضور رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية وقادة الأفرع رؤساء القوات المسلحة وقادة الجيش والصحفيين ورؤساء التحرير. تقدر سيدنا يقول لنا ايه، سيدنا يقول ايه انطباعه عن المشاركة دي من كواليس الحضور؟ طبعا كانت الدعوة بحضور وتشريف السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. كنت أول مرة أخش قاعدة عسكرية، وكان في حضور كبير زي المسؤولين اللي حضرتك ذكرتهم، وكان في كمان وياهم محافظين. والحاجة الجميلة إن كان في أعداد من بعض الطلبة من الجامعة بيجوا علشان يبقى في تواصل ما بين الجيش والشرطة والشعب والطلبة وكل قطاعات الجمهورية. طبعا هي قاعدة يفتخر بها كل مصري، وكان في كده تفتيش بيسموه تفتيش حرب باين هناك. الرئيس مع عدد كبير ابتدوا يزوروا التفتيش ده، ابتدوا يشرحوا على أرض القاعدة دي كأنها مدينة، يعني مدينة كبيرة خالص، وهي فخر لكل مصري الحقيقة، حاجة عظيمة يعني. فكان جو جميل خالص، وبعدها كان في فرصة ان احنا نتناول الطعام بأكثر من 1000 شخص كمادة محبة كده ما بين كل الحضور في حضور وتشريف رئيس الجمهورية. احنا سمعنا سيدنا عن قرار جمهوري بإنشاء هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداستك، وعضوية مجلس إدارة يتكون من بعض الآباء الأحبار الأجلاء. ممكن تقول لنا سيدنا مسودة العمل خلال تلك الهيئة والهدف من إنشائها؟ الهيئة دي منشأة بقرار جمهوري من سنة 1960، وتكوينها البابا البطريرك هو الرئيس، وستة من آباء الأسقف والمطرنة، وستة من العلمانيين. لما بيتناقص العدد بسبب الوفاة، البابا بيتقدم بطلب لرئيس الجمهورية لاستكمال العدد، بنكمل تكوين الهيئة اللي هم 12 شخص، ورئيس الجمهورية لازم بيطلع بيها قرار جمهوري. فاللي قدمناه للسيد الرئيس من 2 أو 3 شهور ووافق على الأسماء اللي قدمناها، 6 من أباء المطارنة والأساقفة، و6 من المسؤولين ذوي اختصاصات. فالبعض مختص في القانون، البعض مختص في العقارات، البعض مختص في الحسابات، البعض مختص في الأراضي الزراعية. واجتمعنا أول اجتماع كان يوم 4 مايو السنة دي 2019، وقعدنا في الاجتماع ده اخترنا من هو السكرتير، من هو الوكيل، واستحدثنا سكرتير مساعد ووكيل مساعد، وقسمنا الأعضاء على اللجان القانونية والمالية والزراعية والعقارات، واستحدثنا لجنة اسمها لجنة تطوير العمل في هيئة الأوقاف، وابتدى الكل يشتغل. وهي هيئة معنية بأوقاف الأقباط، والأوقاف ده هي يجب أن تدار بطريقة جيدة وبطريقة علمية، ويجب الحفاظ عليها لأن دي تعتبر ثروة ودخل اللي بتصرف على الكنيسة والأنشطة. والهيئة دي يراجع حساباتها الجهاز المركزي للمحاسبات، يعني هيئة كأنها هيئة حكومية تماما. سيدنا ممكن قداستكم تقول لنا الفرق بين الدور الوطني لقداسة البابا والدور السياسي لقداسة البابا توادرس؟ وهل يحتاج قداسة البابا أحيانا أنه يلعب دور سياسي من أجل ولاده ومن أجل الكنيسة؟ الدور السياسي له المجالات بتاعته. أولا يعمل فيه سياسيين، والسياسيين دول يكونوا متخصصين، يكونوا دارسين، يكونوا عارفين. والسياسة ده علم، ما بنسميها كلية العلوم السياسية، فده علم كبير. أنا لم أدرس هذا العلم، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الكنيسة القبطية منذ نشأتها وهي تأخذ الخط الوطني لا السياسي. يعني الكنيسة الوطنية عبر تاريخها تعاملت مع كل الحكام مهما كانت خلفيتهم، واحتفظت باستقلاليتها. وعايز أقول الكنيسة القبطية أقدم كيان شعبي على أرض مصر، ده من ناحية التاريخ. من ناحية الحاضر، كل الأقباط مواطنين مصريين، مواطنين، وأنا مواطن مصري،
وبالتالي احنا دورنا ان يكون لنا مشاركة في الوطن الذي نعيش فيه. مش بتكلم على الأقباط، بتكلم على كل المصريين، يكون لهم مشاركة في الوطن. هذه المشاركة نسميها الحقوق والواجبات من خلال المواطنة. فالدور السياسي بيختلط عند الناس، عند أذهان الناس، خلط ما بين ما هو مواطنة وما هي سياسة. السياسة دي من خلال الأحزاب، كنيسة مش حزب، والسياسة دي لها متخصصينها، احنا اساسا رجال دين. ففي فصل تام، لكن ما نصنعه كله يندرج تحت المواطن. انا مواطن مصري، لي حقوق ولي واجبات زي اي واحد موجود على ارض مصر. سيدنا، وسائل الاعلام تداولت تصريحات مغلوطة لقداستك على لسان قداستك للمستشارة الألمانية. احنا كلنا بنعاني منها وعانينا منها كتير كأقباط ألمانيا وكعايشين، سمعنا فعلا كل المغالطات الكبيرة دي. قداستك تحب توجه رسالة ايه لولادك علشان يخلوا بالهم كويس وما يسمعوش اي مغالطات تكون مغلوطة وتتقال من اتقالت على لسان قداسة البابا؟ اولا انا اعرف حساسية الكلام الذي اقوله، ومدرك تماما لكل كلمة بقولها، دي لازم تكون معروفة. وتزداد الحساسية عندما أتحدث مع أجانب، فكلامي بيبقى يعني محسوب جدا. نمرة واحد. نمرة اتنين، وهذا مهم جدا، إن لما يكون ابنك في الامتحان جاب 3 من 10، نمرة مش كويس، لكن المرة بعدها جاب 4 من 10، لأنه إيه؟ تحسن. كويس؟ يعني فلما يجيب 4 وكان المرفض جايب 3، يبقى في تحسن. هو صح مش المأمول، المأمول انه يجيب 10 من 10، لكن 4 دي تعتبر خطوة. اللي انا قلته كده بالظبط، قلت لما سئلت عن الوضع، قلت الوضع يتحسن يوما بعد يوم. في مجالات، في حاجات كتيرة، يعني مثلا ما كانش في قانون بناء كنائس، بقى في قانون. ما كانش في تقنين لكندا، حاليا تم تقنين اكتر من 900 مكان في ظرف سنتين. يعني لو حسبتهم حضرتك يبقى كل يوم بيقننوا مكان، دي حاجة كويسة، خطوة. مثلا ما كانش رئيس الجمهورية يأتي ويهنئ الاقباط في بداية كل عام، خطوة. مثلا تم انشاء كاتدرائية ضخمة في العاصمة الإدارية وافتتاحها مع افتتاح مسجد ضخم، دي خطوة، خطوة من أجل الإكواليتي، التساوي، من أجل عدم التمييز. فالوضع بيتحسن، لكن ما قلناش ان احنا وصلنا لآخر خطوة. شوية بشوية المجتمع المصري بيتحسن طبعا كتير خالص بمشروعاته. لسه من أيام الرئيس افتتح محور رود الفرج. محور رود الفرج في أعرض كوبري في العالم، عرضه 67 متر كده، والعرض ده اتسجل باعتباره حاجة قياسية في العالم كله. وهكذا الوضع بيتحسن شوية بشوية. مصر بلدنا اتجرحت وتعبت خلال السنوات الماضية كتير. سيدنا، كنيستنا الأيام الأخيرة مرت بمشاكل كتير، لكن ربنا كان دايما مع قداستك بوجه التحديد. احنا كشعب قبطي باوروبا بنسمع كل يوم اخبار كتير على السوشيال ميديا والمواقع، وبصراحة سيدنا عايزين نعرف من قداستك التفاصيل، مش عايز نسمع من حد تاني. فمن ضمن الامور دي سيدنا كان الجدل الدائر حول ابرشيت المنيا، ايه الموضوع ده سيدنا لو حابب تتكلم فيه؟ هو مش جدل ولا حاجة، يعني زي اي ابرشية عندما يتنيح اسقفها او مطرانها بنبتدي يفكر في اختيار واحد تاني. الاختيار ده بيجي من خلال اجتماع مع الكهنة، اجتماع مع الخدام، اجتماع مع الأرخنة، اجتماع مع إذا كان فيها دير أولاد أو بنات رهبان أو راهبات بنجتمع وياهم، نشوف الحاجات دي. إبرشية المنيا لها خصوصية، محافظة المنيا فيها 7 إبرشيات،
فاتنيح نيافة الأنبا أرسانيوس اللي هو مطران المنيا، وموجود وياه نيافة أنبا مكاريوس الأسقف العام. لما جينا ندرس الإبرشية مع أنبا مكاريوس وجدنا فيها عدد كبير من الأباء الكهنة، وعدد كبير من المشروعات، وعدد كبير من الخدمات، ومحتاجة أكتر من إيد. شيء طبيعي كان فيها اتنين. فالفكرة بنشوف إبرشية المنيا إيه الواجب نعمله في إبرشيات لما تنيح أسقفها أو مطرانها، واجتمعنا ويا الأباء الكهنة اتحل موضوعها في قعدة زي إبرشية دمياط وكفر الشيخ. اجتمعت ويا الكهنة ودرست تجميانة، اجتمعت ويا الكهنة قعدنا خطوة واحدة، اختاروا أب أسقف عام بقى صار جلس نابة أسقف الإبرشية. بين نياحة مطرانها وبين تجليس الأسقف 50 يوم وخلصت. فكل مكان بحسب الدراسة بتاعته. المنيا لأنها كبيرة متشعبة وفيها حاجات كتيرة فهي محتاجة أكتر من واحد. ففي فكر إن احنا نقسمها، فكر موجود نقسمها عشان هي متسعة في الخدمة وعايزة تركيز، وده شيء طبيعي جدا. مطران الجيزة لما تنيح اتقسمت لخمس إبرشيات، مطران بنشوف لما تنيح اتقسمت لخمس إبرشيات، شيء طبيعي خالص خالص خالص. مش عايز اقول الاختلاف، لكن وجهات النظر الموجودة دلوقتي نقسمها اتنين ولا ثلاثة ولا اربعة، بندرس الكلام ده. وانبا مكاريوس ويانا في الدراسة وبنشوف ايه المناسب اللي ممكن نعمله، لكن لغاية هذه اللحظة لم نصل الى شيء. عندما نصل الى شيء عملي واقعي ومناسب على طول هننفذ. سيدنا، من ضمن الامور اللي وجعتنا جدا كشعب قبطي بعيد عن مصر هي قضية مقتل الانبا إبيفانيوس الاسقف رئيس دير الانبا مقار. اخبار كتيرة سيدنا وصلتنا، منها الايجابي ومنها السلبي. يا ترى سيدنا تقدر تقول لنا ايه اخر تطورات القضية؟ طبعا العمل ده او الموضوع ده هو جريمة فيها جاني ومجني عليه، لكن هي خدت الاهتمام الشديد لانها وقعت في دير، وقعت في حق رئيس الدير. جريمة اتحقق فيها من قبل النيابة وقبل الشرطة وتحولت للمحكمة، وكان في حكم محكمة. طبعا المحكمة مش هتطلع اي حكم الا بعد دراسة ومرافعة وتشوف الادلة وتبحث، وحكم المحكمة ده حكم جه بعد دراسة، هم شافوا ان في جاني او اتنين من الجناة قاموا بهذه الجريمة واصدروا الحكم عليه. الجو العام عاطلها اهمية لانها في دير، لكن هي في حدود جريمة. اي جريمة بنسمع كل يوم على جرائم في اي حتة في العالم. طبعا هو امر مؤسف جدا وامر محزن للغاية، وانا شخصيا متأثر جدا سواء بمقتل الاسقف او بالحكم اللي صدر بحق الراهبين، لكن حدود الجريمة ليس لها دخل. بنصلي من اجل توبتهم، يعني انا يهمني صح ان كان في حكم، لكن المهم توبتهم، المهم السماء. ما تنساش ان احنا الرهبان بيتصلى علينا صلاة الموت، يعني في حكم الكنيسة في حكم القانون كان الراهب ده ميت، شخص مات يعني. هو في سؤال سيدنا بس انا نفسي مش عارف اقوله ازاي. قداستكم ليك مجهود كبير قوي وبتحب النظام ووضع اللوائح، ومشيت الكنيسة او حبيت بعد ما قدست جيت عملت لوائح عشان الكنيسة تمشي في تراك ونظام معين. بعد 5 سنوات تقدر قداستك تقول لنا هل اللوائح اللي اتحطت اتقدمت جابت ثمرة، وهل في مزيد من اللوائح قداستكم تحب بتفكر فيها؟ في مزيد من اللوائح بنعمة ربنا، وفي مزيد من مراجعة اللوائح، مراجعة اللوائح اللي صدرت. اللوائح يعني ايه؟ يعني ما نخليش العمل الكنسي ماشي بالهوى الشخصي،
كنيسة أصلها زمان كانت محصورة في مصر. في مصر يعني دي لك مثال لطيف قوي. يوم ما البابا كيرلس اترسم من 60 سنة كان عدد المجمع بتاعنا 11 أسقف. احنا النهاردة عدد المجمع بتاعنا 125 في ظرف 60 سنة. كويس؟ يعني ممكن تضرب 10 أضعاف. دي حاجة. الحاجة التانية كان لنا برا مصر أسقفين، واحد في أورشليم وواحد أو اتنين في السودان. كويس؟ بس احنا النهاردة لنا برا مصر 35 أسقف. فالكنيسة بقت منتشرة جدا جدا جدا. فازاي تمشي؟ لازم بقواعد، لازم بلوائح. فمن هنا كان اهتمام المجمع وباقي المجمع ان احنا نعمل لوائح. اختيار الكاهن يبقى ازاي؟ الراهب، الاسقف، ادارة الإبرشية، مجلس الكنائس، مجلس كل كنيسة، البورد، المدارس الاحد، التربية الكنسية، لوائح عشان تنظم العمل. الشمامسة، المكرسات دي له لائحة كانت صدرت قبل كده، حتى المجمع المقدس له لائحة، اللائحة دي صدرت قبل كده ضفنا عليها بعض المواد. مثلا لائحة انتخاب البطريرك أيضا عملنا لها دراسة وعدلناها وخدت موافقة وقرار من رئيس الجمهورية. ده تطوير العمل، تطوير العمل الكنسي. الحقيقة تطوير العمل ده لم يحقق يمكن غير 5% فقط، لأن العمل واسع جدا ولسه قدامه احتياجات كتيرة جدا، لكن ماشي في الطريق السليم. سيدنا لو هنتكلم عن حلم قداسة البابا، ايه الحلم اللي بيدعب خيال قداستك بالنسبة لمصر؟ ان مصر يصير فيها الاستقرار كامل، تنتهي موجات الارهاب اللي فيها، والتنمية تمتد اكثر واكثر. بحلم بحلمين مهمين جدا، ان اقتصاد مصر يبقى اقتصاد قوي، لان العالم دلوقتي بيتعامل بلغة الاقتصاد، وان التعليم في مصر يبقى تعليم قوي يطلع ناس على مستوى، وده حق اولادنا وبناتنا انهم يتعلموا افضل تعليم. وبالحلمين دول مصر هيترتقي ويبقى مكانتها مكانة مرموقة. والحقيقة أنا زرت بلاد كتيرة في العالم شرقا وغربا، كل المسؤولين اللي قابلتهم يتكلموا على مصر كلام إن مصر دي قاعدة ركيزة أو قلب العالم. يعني في اليابان أتذكر وزير خارجية يقول لي إحنا بنحب نتعامل مع مصر، ده تعبير مهم جدا. في روسيا بالمثل، لما في أوروبا في أكتر من مكان، في إثيوبيا، في أورشليم، في أمريكا وكندا، مصر لها مكانة. بحلم أن اقتصادها قوي وتعليمها رائع. لو قلنا حلم قداسة البابا لأقباط في المهجر، وخاصة أقباط ألمانيا، ما يبقاش فيه ولا واحد خارج الكنيسة، لازم يكون مرتبط بالكنيسة ارتباط حي، ويكون كل أب وأم وسيلة جيدة لتسليم الحياة لولادهم وبناتهم. يعني يطلعوا الولاد والبنات مرتبطين بالكنيسة وعايشين بالكنيسة. الكنيسة صمام أمان في التربية، صمام أمان في المستقبل، صمام أمان في الشخصية. عارف الكورال اللي بنعمله، الشموسية وفشمس يرد ده، والتسبيح والصلوات والأنشطة اللي بتعمل والمهرجان والحاجة ده، بيكون شخصية الإنسان. الشخصية دي مش تبقى جوه الكنيسة، للمجتمع. فشيء مهم خالص ان ولادنا يبقوا داخل الكنيسة، واتمنى ان محدش يدوب او يضيع او ينسى نفسه في وسط زحمة. وإيه خيال قداسة البابا، حلم الحلم اللي بيراود خيال قداسة البابا بالنسبة لأقباط مصر، بالنسبة للكنيسة في مصر؟ صدقني هي نفس الأحلام المصرية، اقتصاد قوي وتعليم حلو، والكنيسة بتقوم بخدمتها بكل راحة، بتعيش دورها الروحي وبتعيش دورها الاجتماعي وبتعيش مسؤوليتها الوطنية
كمان يعني أحب أن الكنيسة تبقى رائدة في هذا المجال. بصراحة سيدنا احنا مبسوطين جدا وسعادة. وممكن كان في سؤال بسيط كده، معرفش قدستك بتلاحظ الميديا ولا مش بتشوف الميديا مثلا زي قناة ميسات؟ احنا لينا هنا في التغطية بتاعتنا في أوروبا في ميسات لينا برنامج خاص بينا اسمه مع الحدث من ألمانيا، معرفش قدستك بتتابع ولا لا. فإيه رأي قدستك في التغطية عامة، في وجود قدستك إذا كان المرة دي أو في برلين؟ الدور اللي بتلعبه القنوات الفضائية وتغطية الأحداث بيعمل نوع من الترابط، ودي حاجة، وبيعمل كمان نوع من قياس الرأي عند الناس. يعني ممكن كلمة تتقال الناس تقول لك لا الكلمة دي مش مناسبة، الموضوع ده العالم يقول لك برافو الحكاية دي حصلت. ففيها التعليم، فيها التوعية، فيها الترابط، فيها التواصل، فيها الاهتمام، فيها كمان خدمة ناس كتيرة اللي موجودة في البيوت ما بتقدرش تروح الكنائس أو تقرأ. يعني فيعني أنا بشكركم وبشكر تعبكم، وبتلفوا هنا في كل مكان وبتفضلوا واقفين وتصوروا وتنقلوا، حاجة شيء حلو إن الناس كلها تبقى عايشة الصورة الجميلة ذات. ربنا عوضكم بالخير. بنشكر قدستك شكر جزيل من قناة ميسات أوروبا وقناة ميسات يو اس وقناة ميسات مصر، شكرا جزيلا سيدنا. ربنا يكون وياكم دايما ويبارك في العمل وفي القناة والعاملين فيها، ويبقى في دور حيوي بتقوم به القناة في خدمة الإنسان بصفة عامة، مش الأقباط بس، في خدمة الإنسان سواء في مصر أو خارج مصر.